أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. أقام مركز الملك فهد الثقافي فعاليات ليالي الإبداع لذوي الإعاقة، والذي يشتمل على عرض إبداعاتهم وعرض أفكارهم. للمزيد نتابع التقرير التالي مع منصور الجمعة. انت شفت ابداعاتهم، شفت الكرنفال اللي مسوينه، شفت الاخراج اللي مسوينه، الحضور، الانشيد اللي مسوينه. نقول لهم حلو مشاركه الاصحاء مع ودمجهم مع ذوي الاعاقه وتفاعل معهم، هذه خطوه جباره ورائعه. شفنا كثير اليوم متواجدين وهذا شيء جميل جدا. اللي بنقوله انه لا نحسس المعاق بالمعاق، خلوه يمارس حياته الطبيعيه، واحنا شفناهم اليوم عايشين بحريتهم منطلقين ولا كان في اي شيء. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله والشفاء العاجل يا رب. أقول الله يعطيهم العافية على هالمهرجان الرائع والجميل، وأتمنى فعلا أنه ما يكون في السنة مرة أو في الشهر مرة، نبدأ أسبوعيا كل خمس جمعة نشوف مشاركة ذوي الإعاقة إبداعاتهم. اليوم شفنا كفيفين مبدعين في الرسم، شفنا من الأسر المنتجة، شفنا من أصحاب الإعاقة المشلولين لكن متواجدين وممارسين حياتهم الطبيعية. اللي أحب أقول لهم الله يعطيكم العافية، واللي أحب أقول للمشاهدين شاركوا معهم ادعموهم وقفوا معهم وراح تشوفون شيء يبيض الوجه. الليلة شارك العديد من ذوي الإعاقة والمبهوبين من ذوي الإعاقة في هذه الليلة. طبعا هم شاركوا بمواهبهم وهواياتهم. طبعا اليوم أيضا شاركت العديد من الجمعيات والجهات الخيرية التي تهتم بذوي الإعاقة. طبعا اليوم أيضا شارك العديد من الموهوبين في مجال الإنشاد والشعر وأيضا مجال الفن التشكيلي. طبعا زي ما أنتم شايفين أيضا شارك في هذا الركن، ركن الفعاليات الرياضية، نادي الرياض لذوي الإعاقة وأيضا مركز المروة الترفيهي لذوي الإعاقة. طبعا اليوم يعني أبدع هؤلاء المعاقين وأبدعوا بمواهبهم وقالوا أنهم أحسن من الأسوياء في تقديم هذه الهوايات. طبعا من أهم أهدافنا اليوم في ليالي الإبداع هو نشر فكرة العلاج بالفن التشكيلي، وأنه مو بس بالفن ممكن تطلع منتج جميل، بل أيضا ممكن تستفيد منه كعلاج، ممكن يكون علاج نفسي، علاج وظيفي، علاج حركي، علاج عقلي وذهني، وفي نفس الوقت علاج سلوكي. طبعا اليوم عملنا هنا ورشة عمل تخص الوجه أو رسم الوجه، كيف ممكن أن الوجه ورسمة الوجه تعبر عن الشخصية وتخلي الإنسان يتعرف على نفسه وعلى ذاته، وبالتالي يتعرف أكثر على الآخرين. أنا مشاركة بركن فنور الرسم. طبعا الرسم معي هواية من الصغر، وطبعا ما طورتها من أول. لما تنومت في مدينة سلطان تعرفت على نور الأحمدي، ومن بعدها بدأت الانطلاقة، فصرت أشارك في معارض وفعاليات وأشارك برسم لوح، سواء كان رسم عادي أو أعمال فنية ثانية. فنانة تشكيلية كثيفة، أرسم أسوي أعمال فنية بالفلين والفسيفساء. الموهبة هذه عندي من زمان، يعني من وأنا صغيرة عندي هذه الموهبة، والحمد لله رب العالمين، يعني ربي أخذ مني البصر لكن عوضني ثاني مواهب كثيرة ثانية مثل الإلقاء والتمثيل وغيرها.